في الفيديو ده هنشوف أكبر وأثقل حصوة كلوية تم تسجيلها في التاريخ. فالجيش السريلانكي أعلن عن نجاح أطباء عسكريين في إزالة حصوة كلوية من جسم جندي متقاعد. وعلى كلام وكالة رويترز، فالجيش وضح أن ضابط الصف السابق واللي عمره 62 سنة خضع لعملية إزالة حصوة كلوية وكان وزنها 801 جرام، ودي أكتر من 5 أضعاف وزن كلية متوسطة الحجم لذكر، وطول الحصوة كان 13 سنتي و37 ملي، في حين أن متوسط طول الكلية من 10 ل 12 سنتي. وعملية الاستئصال دي تمت في مستشفى كولومبو العسكري زي ما وكالة رويترز ذكرت. والسبب أن هم أعلنوا عن الحصوة دي هو اعتراف موسوعة جينيس للأرقام القياسية بالرقم القياسي ده، لأن الحصوة دي سجلت رقم قياسي جديد. فكان الرقم القياسي السابق كان مسجل لواحد باكستاني، وده في سنة 2008، وكان وزنها 620 جرام بس. والجراحين قالوا ان كان اهم حاجة بالنسبة لهم هو ان الكالية تشتغل بشكل طبيعي رغم وجود الحصوة دي. الجندي المتقاعد بقى قال انه كان بيعاني الام في البطن من سنة 2020، وان الادوية اللي اتوصفت له ما كانش لها اي تأثير. وحصوات الكلى دي بتتكون من املاح معدنية بتتراكم في الكلية، وهي العضو الذي يتولى تنظيف الدم. لو اول مرة تسمع الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.